الو، ايوه هنا منزل حاج فرج. لا انا بنته. موجوده. طب لحظه واحده. يا ماما يا ماما، شو بدك يا هنا؟ في واحده طلباكي على التليفون، بتقول انها من شركه الطيران اللي كان بيشتغل فيها خالي ماجد. الله يرحمه لاخي. شو بدها حبيبتي؟ ما اعرفش، بتقول ان هي عايزاكي. هاتي لشو. الو. ايه نعم، انا حليمه اخته للمرحوم ماجد. مين حضرتك؟ انا مديره مكتب شركه الطيران اللي كان بيشتغل فيها الشهيد ماجد. الشركه قررت انها تعمل تكريم لشهداء الحادثه، وطبعا اولهم الكابتن ماجد. احنا بس كنا عايزين شويه بيانات عنه، يعني اتولد فين، تاريخ ميلاده. طب ثانيه واحده. ايوه، تاريخ الميلاد. ايوه محافظة ايه في سوريا. انا متشكرة قوي، مع السلامة. لك قولي على عبدي عليك يا اخي، ولي على عبدي عليك يا اخي. مالك مالك يا حليمة، في ايه؟ بدهم يكرموه اخي ماجد. يا اختي فهميني، بتقولي ايه؟ بدهم يكرموا اخي ماجد، وبدهم معلومات عنه ومين عيلته. هم مين دول؟ شركة الطيارة. يا سلام، طب ما هو كان بيشتغل عندهم، المفروض يعرفوا الحاجات. والله معك حق يا فهمي، معك حق. شلون ما بيعرفوه؟ يمكن مش عايزين يدوروا يا ماما، فقالوا يسألوكي. انا كان انا ما بدهم يتعبوا. تخبريني، ما بدهم يتعبوا. خلاص يا حبيبي، دلوقتي هنروح على السفارة السورية نطلب منهم يطلعوا لنا الأوراق اللي تثبت شخصيتك. والكلام ده هياخد وقت كتير؟ ياخد زي ما ياخد بقى. أنت مستعجل؟ جدا. وأنا مستعجلة أكتر منك. بس أنا مش مستعجل على الجواز. أمال مستعجل على إيه؟ أنا عايز أعرف أنا مين؟ أنا مين؟ خلاص يا حبيبي، دلوقتي بقى معاك أوراق رسمية، هناخدها ونطير على المأذون عشان نكتب الكتاب. إيه؟ مالك يا حبيبي ساكت ليه؟ بتفكر في إيه؟ عارفة يا نوال؟ أنا دلوقتي اتأكدت إن الست اللي قابلتها في شرم الشيخ ما كانتش غلطانة. دي نادت عليا بنفس الاسم، اسم الحقيقي. أنت فاكر أنت قلت لها إيه؟ أنا قلت لها إنها غلطانة، لكن الغريب إنها كانت متأثرة جدا، ونظراتها كان فيها إصرار غريب، وقالت لي إزاي أنت مش فاكرني؟ الست دي قالت لك اسمها إيه؟ قالت لي، لكن أنا مش فاكر، لأن أنا وقتها ما كنتش مهتم، وافتكرت إنها فعلا بتشبه عليا، لكن دلوقتي. دلوقتي إيه؟ دلوقتي أنا متأكد إن الست دي كانت تعرفني كويس. كويس جدا. شفت بقى، انا زعلانه منك. زعلانه مني؟ زعلانه مني ليه يا نوال؟ لانك كنت تعرف ستات غيري. مش جاهز كنت اعرفها قبل ما اعرفك. ويمكن عرفتها بعد ما اتخطبنا. ايه مالك ساكت ليه؟ بحاول افتكر. لا لا، انا ما مش عايزاك تتعب نفسك، ما تفكرش في اي حاجه. احنا خلاص دلوقتي بقينا مع بعض، وما فيش اي حاجه في الدنيا هتقدر تفرقنا. خلاص بقى، احنا هنبتدي حياه جديده. انا ماشيه يا فوزي، عايز حاجه؟ بس ماشيه. مالك مستعجلة قوي كده؟ أصل عندي فرح واحدة صاحبتي، وأنت عارف بقى لازم أروح للكوافير وأوضب نفسي وكده. مش صاحبتك دي اللي كانت هتتجوز الجدع التونسي ده اللي فقد الذاكرة؟ أيوه، لأ دي واحدة تانية خالص. عموما يا ستي ألف مبروك. ألف مبروك ليه؟ هو أنا اللي هتجوز؟ يا ستي أنت ولا هي؟ الراجل فقد الذاكرة يعني مش هيدقق قوي.
اتفضلي حضرتك في القاعه. ألف ألف مبروك يا عروسة، ألف مبروك يا عريس. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا أستاذ. سميرة عايزاك، عن إذنكم. اتفضل. والله هو ماجد ولا سمير؟ تعالى يا حبيبي، تعالى أنا عايزة أقول لك على حاجة. بص بقى، أنت في شهادة الميلاد اسمك ماجد، لكن قدام الناس اسمك سمير. أنا مش فاهم الحكاية دي يا نوال، يبقى لي اسمين ليه؟ معلش يا حبيبي، ماجد ده بتاعي انا، وسمير ده للناس الغرب. ماشي، تحت امرك. خد المبلغ ده حسب المحامي والاثنين شهود اللي معاه. ايه يا حبيبي، انا عارفه ظروفك، وبعدين ما فيش فرق بيني وبينك، فلوسي هي فلوسك. تحت امرك. خلاص يلا. متشكرين جدا يا ماما. انا تحت امر حضرتك. الله يحفظك. انا متشكر جدا. متشكرين يا استاذ كمال. ان شاء الله هنعدي عليك في المكتب عشان نستكمل الاوراق ونوثق العقد. تشرفي في اي وقت. شكرا. تحت امرك. السلام عليكم. مع الف سلامه. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. مبروك يا حبيبي. مبروك علينا. انا مش قادره اصدق ان ربنا حقق لي حلمي. النهارده انا اسعد واحده في الدنيا. عارف يا ماجد انا نفسي في ايه؟ نفسي في ايه؟ نفسي تشيلني. اشيلك؟ بس كده؟ تعالي. يا زهرة، أنا لسه نازل من الشغل دلوقتي. نوال استأذنت بدري النهاردة. لا، أصل عمالة أتصل بيها من الصبح ما بتردش. واضح إنها عند الكوافير وبتسمع الموبايل. لا خالص، أنا كنت عايزة بس أدردش معاها شوية. تفسح إيه بس؟ أنا عايزة أقولك إن أنا هنا كأني محبوسة بالظبط. بقولك يا فوزي، مبروك عروسه. وطي صوتك. ايه ده، في ايه؟ حد شافينا في الشركه ان انت اتجوزتي ولا ايه؟ لا طبعا. طيب عموما انا جاي ابارك لك يعني، واقول لك المبلغ اللي اتفقنا عليه جاهز وتحت امرك. لا، متشكره قوي يا باشمهندس. متشكره ليه؟ ولا جاي اديك حسنه ده حقك. انا كفايه عليا ان انا اتجوزت بيت. يا سلام، اتجوزت ابو تريكه يعني يا خي؟ للدرجه دي كنت بتحبيه؟ كنت. انا لسه بحب، وبحب قوي كمان، وبشكر ربنا ان هو اداني فرصه ان ماجد يتجوزني. بقول لك ايه، فوقي، انت اللي اتجوزتيه مش هو اللي اتجوزك. طب ومال؟ اشمعنى انتوا الرجاله بتدوا الحق لنفسكم انكم تختاروا الست اللي عايزين تتجوزوها؟ حتى لو كانوا متجوزين اصحابنا. انا عارفه انت تقصد ايه، بس على فكره بقى، صاحبتي متجوزه وجوزها واقف قدامي بشحم ولع. ثانيا، ماجد بقى واحد تاني خالص. ما تتصورش قد ايه انا خايفه انه ترجع له الذاكره تاني. الله البركه فيكي، انا معتمد على الله وعليكي في الموضوع ده. تخليه يحبك وما يقدرش يستغنى عنك ابدا، وهو لو لقى نفسه سعيد معاكي مش هيفكر في اي حاجه تانيه اكيد. يا ريت يا ريت يا باشمهندس. بقول لك يا نوال، كل حاجه في الدنيا دي ممكن تحصل. عندك حق، انا عمري ما كنت اتخيل ان زهره ممكن تتجوز بعد ماجد. على فكرة، أنا كل ما أفكر في ظروف جوازي من ماجد ألاقيها نفس ظروف جوازك من زهر. لا يا ماما، فوقي، الوضع مختلف تماما. أنا وزوزة اتجوزنا بعد قصة حب عنيفة، ما تتصوريش بيكون فيا قد إيه. أنا مش عايزاك تصدق قوي كده إن زهرة بتحبك. ما اتجوزتني ليه يعني، نادرة عليها؟ لا، ولا نادرة ولا حاجة. بس بكل صراحة، زهرة كانت عايزة تتجوز واحد يحميها من الحاج فرج. ماشي، مقبولة منك.
وعموما ماجد هو كمان محتاج حد يقف جنبه في الظروف دي. اصل انا سمعت الانسان لما بيفقد الذاكره بيحس بوحده فظيعه. وانت عارف ان انا اتجوزته بدافع الحب مش بدافع الاتفاق اللي بيني وبينك، والدليل ان انا ما رضيتش اخد الثمن. انا كل ده ما يهمنيش، انا نصيحتي ليكي بس ان انت تاخديه بعيد عن زهر. يا ريت يا ريت تساعدني. انا اساعدك ازاي؟ تشوف لي ماجد شغلانه. انت مش متخيل ماجد زهقان قد ايه بسبب انه قاعد من غير شغل، وانا مش مشكله، انا ممكن اشوف شغلانه ثانيه. ايوه بس ما افتكرش ماجد دلوقتي ينفع يشتغل طيار. ومين قال لك اصلا ان انا عايزاه يرجع يشتغل طيار؟ انت مش موافقه ليه يعني؟ اخاف عليه، كفايه قوي اللي حصل له. يا حنينه يا ام قلب كبير. طب جوزك ده هنشغله ايه ان شاء الله؟ ولسه فاكر اللغات اللي كان عارفها؟ مش عارف. طبعا، امال كنت بتفاهم مع السواح في شرم الشيخ ازاي؟ انا بتكلم انجليزي وفرنساوي كويس جدا. ده كويس قوي يا حبيبي، هايل. من ناحيه ايه؟ من ناحيه الشغل. اصل اول سؤال ساله لي العميل اللي انا وصيه يشوف لك شغلانه هو السؤال ده. طب الشركه بتاعتكم ما فيهاش وظيفه تنفع لي ولا؟ الشركه بتاعتنا؟ لا، انت عارف دي صاحبه الشركه بتشتكي ان هي عندها موظفين كتير جدا وعايزه تستغنى عن شويه منهم، بس العميل اكد لي ان هو هيشوف لك شغلانه كويسه قوي، ما تقلقش. يا ريت يا نوال، يا ريت. ايه يا حبيبي؟ هو انت في حاجه ناقصاك؟ مش موضوع حاجه ناقصاني، لا انا مش ناقصني اي حاجه، بس عايز اشتغل، يعني مش معقوله اقعد في البيت، انا راجل. انا حاسه بيك يا حبيبي، بس صدقني انا مش هيرتاح لي بال غير لما اشوف لك شغلانه كويسه. متشكر يا حبيبتي. انا يا حبيبي اللي المفروض اشكرك لانك مليت عليا حياتي. مش هنسالك ابدا وقفتك جنبي في الازمه اللي كنت فيها.